طيب يعني اتمنى انا عايزكم بس تشوفوا المكان بقى للناس، انا مش عايز هنا بقى البعض يقول لك ايه يعني الاقباط يعانون والمسلمون يعانون، مفيش حد اللي بيسيب بيته مصري مسلم او مسيحي بيعاني، بس انا شفت المنظر الناس باطفالها لا، ولا القضيه هنا قضيه كنيسه وجامع، علشان كمان احنا انتقدنا قبل كده انه قلنا ازاي الكنيسه هي التي تستقبل المسيحيين، مؤسسات الدوله هي التي تستقبل المصريين مسلمين او مسيحيين، وكان يجب على كل مؤسسات الحكومه انها هي اللي تهتم بكل نازح مسلم او مسيحي، انما لو سبت بقى ده للكنائس وده للمساجد وبعض الجمعيات اللي هي الخيرية، لا هنا دول في عنق الحكومة وفي عنق المجتمع بعد كده، يعني بقى كون ان الكنيسة تتدخل بأشكال مختلفة وتساعد، كون ان البعض هنا يساعد، لكن المحطة الاولى للنازحين مؤقتا من سيناء مسلمين مسيحيين كان يجب انها تكون مؤسسات الدولة ويجب انها تكون الحكومة، وعشان كده المشهد اللي شايفينه ده ما ينفعش الناس تعيش في الصحراء في خيام بهذا الشكل، أطفال وكبار في السن ونساء، يعني مشهد لا آدمي. وأتمنى غدا إن شاء الله إن احنا نشوف إنه يتم نقل هذه العائلات اللي استغاثت بنا، ومش عاوز البعض بقى ياخدها طائفيا ويقول لك ما هو شفتوا قعدوا المسيحيين هنا وقعدوا المسلمين هنا، لا، المسلم والمسيحي المصري بغض النظر عن ديانته يجب أن يجد مكانا، ومفيش حاجة تعوض أبدا البيت اللي هو عاش فيه والبيت اللي هو في بلده وفي محافظته، من الصعب جدا أن في حد يسيب بيته ويسيب أهله ويسيب جيرانه، بس أنا شايف هنا ده وضع لا آدمي لعائلات بتقول ما احنا كمان اهوت نازحين ومحدش يهتم بينا. انا هقول هذه عائلات مصريه عشان البعض ما يستخدمش الفرز اللي اضطرينا له بسبب انه العمليات الارهابيه استهدفت هذا الفرز الطائفي في حد ذاته واستهدفت المسيحيين بشكل كبير في معدلات يوميه متلاحقه، لكن هي تستهدف المجتمع كله وتستهدف الوطن، ولا يمكن ابدا ان احنا نقبل بهذه الصوره. ايضا في عائلة في الشرقية وده بيستغيث بنا وبيقول ما حدش اهتم بينا، يا جماعة القضية مش مسلم ومسيحي، القضية انه في مواطن مصري ساب بيته وساب مدينته وهو لا يمكن ابدا ان يتحمل الابتعاد عنها. نشوف ايضا هذه الحالة. عبد المنعم عواد السهلي مواطن كان يسكن بشمال سيناء، ولكنه تعرض لسطو مسلح من قبل مجهولين منذ 4 سنوات مضت، أصيب على إثره ب4 طلقات نارية شوهت جسده وجعلته عاجزا طيلة حياته، ثم قام المسلحون بتفجير منزله، وإثر ذلك الحادث انتقل إلى محافظة الشرقية، ومنذ ذلك الحين وهو يناشد المسؤولين بمحافظتي الشرقية وشمال سيناء لتعويضه بعدما تفجر منزله وتشردت أسرته وأصبح في وضع مأساوي، فلا مسكن آدميا يحفظ له كرامة أسرته ولا مصدر رزق له بعدما أصبح عاجزا، سوى تسول زوجاته الاثنتين لالتقاط قوت يومهما بعدما كانوا يعيشون في منزل فاخر بشمال سيناء. أنا يوم 10/10/2014 بعد صلاة المغرب مباشرة كنت جالس قدام المنزل، كنت ببيع أدوات منزلية. احنا كنا قاعدين في المحل، قمنا احنا شفنا ناس تأخروا علينا، حط البارودة هنا على راسي وقال لي لو اتكلمتي انت حر عمل لي كده. زكريا كان عنده 8 سنين وأسماء كان في صف رابع ابتدائي، بس زكريا بيقول لي يا بابا في ناس عايزينك. لقيناهم داخلين ضرب ابويا اول طلقه، جيت رايح انا نايم على راس ابويا، فقام خش واحد تاني ضرب ابويا
الطلق فطلعوا بره، في جراح ضرب ابويا طلقه ببطنه وواحده في ظهره وواحده شرخت الحوض، فقمت انا اترميت على ابويا فقمنا جرينا فقوم هم مشيوا. ففضلت انزف من بعد صلاه المغرب لحد بعد صلاه العشاء، ما فقتش الا بعد 4 ايام وانا في الانعاش. كملت حوالي كم يوم جراحه، جابوا لي عربيه اسعاف، هربنا احنا والعيله في مستشفى الحسني. ومن ايام من 10/10/2014 واحنا بنكلم المسؤولين هنا المحافظ الشرقيه لمحافظ شمال سيناء، لحد الوقت ما خدناش التعويض ولا حد بيهتم بينا، والاسره بتاعتي تشحد من قدام الجوامع، الحريم بتاعي بتشحد من قدام الجوامع، عقب مكان مسطره معززه مكرمه صارت تشحد الاكل والشرب واللبس من ايد الناس. احنا جينا من سيناء يا مولانا كما خلقتنا. انا باخذ معاش ضمان اجتماعي 450 جنيه في الشهر، فانا من يوم 10/10/2014 لحد 1/9/2015 قطع ده كله علي، بتقول لي ده كله راح عليك. وكلمت سكرتيره الوزيره غاده والي، لا حياه لمن تنادي، بتقول لي انت خلاص ما دام انت راح عليك 8 شهور مش هينفع. قلت لهم طب انا مش غصب عني، انا مضروب من المسلحين، ازاي ارجع لفكي اسد واقول له اروح هناك عشان وانا ضامن فلوسي مش هتروح عندكم؟ بيقول لي لا مالكش، 8 شهور راحوا عليك. لما جيت انا عزيت بالرعب، ولما ما بتشحط برا في الشارع واحنا مش لنا بيت خالص، في يوم لما تهجرنا هناك واتبهدلنا ولما درينا البنت هناك تفجر مش جينا باي حاجه خالص. بدي بيتي يسوني وسط عيالي، وبدي كل حاجتي اللي اتفجرت كلها يجيني فيها حاجتي من مجاميع وشقتي من مجاميع، اخد حريتي فيها شقه كامله متكمله من كله، والاقي اي حاجه اصرف منها واكل منها. أنا نفسي يرجع لي كمبيوتري زي ما كان، ونفسي يكون لنا بيت زي الأول 700 متر زي دقة، ويكون لنا بيت زي دقة. بطالب إن البيت يتوفر لي أنا والأسرة حتى نعيش حياة كريمة. أنا كنت قاعد في بيت 700 متر بالأثاث بالأجهزة بكله. زي ما انتم شايفينه في حالات مختلفة استهدفت من قبل الإرهاب، لا يجب التصنيف مسلم ومسيحي، الإرهاب يستهدف الوطن كله، يستهدف المجتمع. حاج عبد المنعم السيناوي، يا عم عبد المنعم أهلا بيك. يا عم عبد المنعم، عم عبد المنعم سمعني؟ طيب معنا كمان بسرعة 2 من المتبرعين للسيدة. أستاذ مين؟ يا عم عبد المنعم سامعني؟ سامعك يا أستاذ وائل. أهلا بيك، إزيك؟ يا أهلا بيك يا أستاذ وائل. أنت بقالك في الشرقية قد إيه؟ إيه 2.5 سنين يا أستاذ وائل. 2.5 سنين. أنت هنا أنا شايفك بتحكي إن أنت شايفك بتحكي إنهم دخلوا عليك وأطلقوا عليك الرصاص يعني. بالظبط يا أستاذ وائل. آه. خدت ولادك ومشيت بقى. ايوه خدنا ولادنا ومشينا. ما دخلوا عليك في البيت كمان. دخل عليك في البيت مسلحين ولابسين لبس جيش وضربوني 4 طلقات ومشوا. يعني كانوا يعني جماعات ارهابيه بس لابسين لبس الجيش يعني. لابسين لبس الجيش يا استاذ وائل. طيب وبعد كده خدت ولادك وطلعت على الشرقيه و... بعد ما طلعت من انعاش في العريش طلبت المحافظ ان خدنا في الاسعاف نطلع طول نكمل علاجنا في الشرقيه. طيب مفيش حد تواصل معاك لمساعدتك؟ ولا واحد. كلمنا محافظ الشرقيه ما اهتمش. كلمنا محافظ شمال سيناء واللواء سامح ايام ما كان في الشغل هناك سكرتير مجلس سكرتير محافظ شمال سيناء ما اهتمش. كلمنا المحافظ عبد الفتاح عرفوه شخصيا ما اهتمش. كلمنا العلاقات العامة في محافظة شمال سيناء ما اهتمش. كلمنا الصغير والكبير استاذ وائل ما حدش اهتم. كلمنا وزير غادة والي لا حياة لمن تنادي. لكل مكاتبها ابراهيم عثمان رئيس الإدارة المركزية في مكتبة ما اهتمش. محمد جابر رئيس الإدارة المركزية في مكتبة ما اهتمش. كمال بن شريف المسؤول عن المديريات في وزارة التضامن عند وزير غادة ما اهتمش. استاذ محمد العربي سكرتير الوزير غادي ما اهتمش. ولا واحد استنبنا على حضرة أستاذ وائل. كلهم كله حط ايده في حياة
في ميه برد كله، ما حدش واحد منهم اهتم، لا رئيس مجلس مدينه الحسنيه ولا رئيس مجلس مدينه البحر البقر ولا حد اهتم. طيب احنا بنوصل صوتك اهوت يا عم عبد المنعم، بنوصل صوتك يا جماعة، يعني من الواضح انه انا امام مصريين ينزحون مؤقتا ان شاء الله هيرجعوا لبلادهم تاني، للمدن اللي نزحوا منها، ما حدش ممكن يسيب ابدا بيته ومنطقه، لكن من الواضح انه يعني ما فيش اهتمام بكل الحالات. انا اتابع معاك يا عم عبد المنعم ان شاء الله. معنا اتنين بس من المتابعين.